Oui, on peut se mettre d'accord ensemble sur لا نتوما كجمعيه تقولوا هضرتكم وتا المواطنين كناخذوا من عندهم الاراء ديالهم. انا مخار مسكن انا لا تفعل الحوار القرار ديال المحكمه الاستئناف لانه تراجعوا على انه اعتبروها بان ديال الملك ديال شي واحد وبان ماشي ديال هذاك السيد. هذه انا بلاتي انا محامي هذاك انا عارف مخالف للقانون حتى على مسؤوليتي انا كندير ما كنديرش ما كاين لا جمعيه لا والو سميتي وتمشي صافي ساكنه في هذا المنطقه. هذا ولا هذا؟ نبقى ندير الماسك؟ لا لا كان الصوت غيوصل يوصل بالماسك خلي الماسك اوسع. واخا استاذ شهبي تفضل احكي لنا شنو واقع بالضبط هنايا. لا انا كنسكن هنا هذه واحد الضايه اللي هي واحد المحميه طبيعيه كيجيو لها الطيور النازحه من منطقه الى منطقه. هذه اخر منطقه يميد في هذه المنطقه ديال الدار البيضاء. الان صدر واحد القرار يعني الطيور المهاجره كتجي تماما منطقه رطبه اللي جاي من اوروبا غاديه لافريقيا ولا جاي من افريقيا وراجعه بحسب مواسم الرحلات ديال الطيور. اذا صدر مؤخرا واحد القرار ديال المحكمه جعل انه ملكها لشي شخص لانه في نظري بانه هذه القضيه في غايه انها تولي شي مضاربه عقاريه في هذه المنطقه. كل ما يمكن نقول لك بان هذه جريمه اولا ضد الطبيعه وجريمه ضد البشريه وجريمه ضد هذه البلاد انه يمكن ضايا لطبيعيه اللي كيستافدوا منها للطيور للنبات للمواطنين اللي خصها تكون محميه تولي مضاربه عقاريه خصوصا وانه ولو تبنى هذه المنطقه هذه الضايا هذه غتكون تشكل خطوره على الناس اللي يسكنوا فوق منها الى شي نهار تبنات. اذا من الان كنظن بانه هذا القرار اولا ديال محكمه الاستئناف قرار خاطئ ويتعين انه يتراجع عليه بشكل او باخر ولو يكون بتدخل من اعلى السلطات اللي كتحمي هذه البلاد. شكرا لك. يومنا السلام عليكم. واحد دقيقه يومنا منين عطاوك مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من منطقة دار بوعزة بحيث أننا الآن كنتواجدوا أمام هاد الضايا اللي هي محمية طبيعية كيجيو لها الطيور المهاجرة من جميع بقاع العالم كتجي كتستراح هنا بهذا المفهوم لأن واحد المنطقة رطبة ربما هي من آخر المناطق الرطبة اللي كاينة في العالم. الحمد لله إحنا بلادنا معروفة بالطبيعة معروفة بالسحر الخلاب ديال الطبيعة ولكن للأسف الشديد كاينين بعض الناس ديال هاد ديال العقار اللي بغاو يستغلوها وبغاو يستافدوا منها وبغاو يبنيو فيها فيلات اللي تدر عليهم واحد الاموال طائله في حين انها غير مناسبه انها تكون انها تبنى فيها حتى شي حاجه لانها غتشكل خطر حتى على الناس اللي غاديين يسكنوا فوق منها. معنا يمنى اللي هي فهاد الجمعيه ديال البيئه اللي غتقول لنا حتى هي بالضبط تحكي لنا كما حكى لنا الاستاذ الشهبي اشنو واقع هنا بالضبط. داية دار بوعزة هي من المناطق الرطبة في المغرب، هي من بين المواقع القريبة لمدينة الدار البيضاء جهة الدار البيضاء سطات، كتميز بواحد التنوع بيولوجي كبير بشكل ملحوظ نباتي وحيواني. للأسف في هذه الآونة الأخيرة الضياع عرفت واحد تراجع كبير من ناحية المساحة ديالها الخضراء، والسبب كيرجع للتعمير. وحنا كجمعيه غوماك لو غروب دورنيتولوج دو ماروك كنحاولوا باش نحافظوا على هذه المنطقه وكنقوموا بحملات تحسيسيه وانشطه تربويه من اجل الحفاظ عليها وادماجها في التعمير السكني. هي عندها بزاف ديال المؤهلات من بينها ممارستنا يعني الرياضه المشي كذلك كاين واحد الدور التربوي مهم. فانا بصفتي كاستاذه اللغه كاستاذه علوم الحياه والارض فكنقوم بخرجات مدرسيه مع التلاميذ ذلك باش نعرفوهم النظم الايكولوجيه والطبيعيه وكذلك تاثير بعض الانشطه كالتعمير مثلا على البيئه وعلى نظم الإيكولوجيا والحيوية.
وشكرا. فاحنا كنطالبوا باش ندمجوا هاد المنطقه هادي وباش نقوموا يعني باش ياسسوا لنا ممرات بيداغوجيه ديداكتيكيه للتلاميذ والطلبه. ما بغيتوش تبنى فيها حتى شي حاجه؟ حتى حاجه، بغينا حنا غير نحافظوا عليها. اي واحد حاول. نعم نعم، حنا ضد اي واحد غادي يعني غادي. الاجراء اللي غتقوموا به مثلا الا تباعت هذه الارض وقالوا هذه راه غادي تبنى فيها فيلات او لا ديزابارتمون. حنا كنحاولوا، حنا يعني كنراسلوا السلطات، يعني كنشددوا باش نوصلوا مع السلطات باش يحميوا لنا هذه المنطقه، لان راه هي غير قابله للتعمير. فبصراحه الا كانت شي حاجه غادي تبنى هنايا ف يفوس اتوندغ ديسي واحد 50 سنين، تقدر يكونوا فيضانات، يقدر يكونوا كوارث، يعني المنطقه خصها تحمى. تبارك الله عليك. شكرا شكرا, شكرا. شكرا.